مساء الخير ومساء العسل الابيض على كل الناس اللي بيشوفونا دلوقتي. يوم جديد وحلقه جديده وعسل ابيض. خليني ابدا معاكم بخبر مهم جدا خاص بوزاره الصحه. وزاره الصحه اعلنت عن موافقه 17 كليه طب ان هم يدرسوا مناهج جرائم ختان الاناث وتدريسها ده ان شاء الله هيكون السنه الجايه في اقسام النساء والتوليد. كمان الدكتور احمد عماد وزير الصحه وجه بحظر ممارستها ب 90,000 منشاه خاصة. الهدف طبعا من الإجراءات دي هو خفض انتشار الظاهرة دي ما بين الأجيال الجديدة بنسبة 13%. طبعا أنا مش محتاجة أن أنا أقول لحضراتكم أن دي خطوة مهمة جدا 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 للحد من انتشار الجريمة دي اللي هي ظاهرة ختان الإناث على إيد بعض. للأسف أن أنا بقول كده أن هي على إيد بعض من الأطباء. طبعا أنا بقول البعض وليس الكل، وكمان من بعض من أعضاء أو من طاقم التمريض، خصوصا كمان أن وزير الصحة قال أن 85% من الممارسات دي اللي هو وصفها وقال أن هي غير قانونية وغير أخلاقية بتتم للأسف مرة تانية على إيد بعض من الأطباء وبعض من التمريض. ده بيكون بقى بنشوف ده في العيادات في المنازل، وكمان بنشوف ده كمان في بعض المستشفيات للأسف. هنناقش الموضوع ده بشكل كبير جدا وباستفاضة أكتر، وهنشوف إيه الحاجات كمان اللي المناهج هتكون محتوياها وهيبقى فيها تدريس. إن شاء الله هنعمل حلقة مخصوص عن الموضوع ده للحد من جريمة ختان الإناث. طيب خلونا نروح كده نرجع ايام زمان شويه، والملايه اللف والمنديل بقوية، ومتهيألي صعب جدا 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 دلوقتي ان حد ينزل الشارع ويلبس الملايه والمنديل بقوية. هل ممكن واحده من اللي بيتفرجوا علينا دول دلوقتي فكروا ان هم ممكن ينزلوا الشارع ويلبسوا الملايه اللف والمنديل بقوية؟ متهيألي صعب، لان هنلاقي بقى كم من التحرش على كم من التريقة، وناس ممكن تقعد تصورنا ويعني ياخدوها نوع من أنواع الكوميديا وتنتشر على السوشيال ميديا. لكن لو أي واحدة بقى أو سيدة كده نفسها في ده تروح على طول على شارع المعز كل يوم أربع. هناك الحقيقة في زي مكان أو إيفنت مخصوص البنات أو السيدات بيلبسوا فيه الملاية اللف دي والمنديل بقوية، وبيمشوا عادي جدا في الشارع من غير ما أي حد يضايقها ولا يعاكسها ولا يكون في تحرش ولا أي حاجة. وكمان هي ممكن تقعد تتصور تعمل فوتو سيشن كده لنفسها. تعالوا نشوف بقى القصة كلها إيه في التقرير اللي جاي اللي كاميرا عسل الأبيض نزلت شارع المعز، ونرجع لكم مرة تانية. فكرة وقعت على رامي محمد الشاب الثلاثيني منذ فترة وعمل على تأسيسها، فوجوده بأحد شوارع الفاطمية التاريخية وهو شارع المعز أسهم في نجاحها. هي فكرة العودة إلى التراث عن طريق توفير أزياء المصريين القدماء وغيرها من الأزياء الهندية التي لاقت قبولا من جمهور المحروسة كافة. الموضوع بدأ إن كان في بنت كانت موجودة هنا في الشارع، كان معاها اللي هي البيشة، كانت بتسأل عليها، فما كانش في حد في الشارع هنا كان موجود كان معاه الشغل دون، فحبينا ان احنا نطور من الموضوع او نستثمرها كفكره. مشيت الحمد لله كويس، زائد ان في ملابس اللي هي الساري الهندي او اللبس برضو الرجالي، واحنا ان شاء الله في افكار تانية وحاجات تانية بنطور بيها الشغل برضو. وفي ناس برضو بيحبوا اللي هو الطقم البرقع بالملايه اللي هو الطقم الاسكندراني القديم. الرجالي برضو بيبقى موجود العبايه الصعيدي بتتلبس هي مع الطربوش والشنب والدقن، زي الستايل القديم او العصر القديم مصر القديمه زي ما كنا ماشيين. معظم البنات اللي بتيجي في مصري وفي هندي، هم اكثريتهم بيلبسوا هندي عشان عارفين ان الهندي كويس، والشوكولات العادات القديمه والمصري برضو نفس النظام، وبرضو في اجانب هنا برضو بيجوا يلبسوا المصري بس اغلبيتهم الهندي برضو مش بيشربوا. الافكار دلوقتي بقى معظم الناس ما حدش بيعتمد على فكر جديد، بيعتمدوا دائما على ان في حد عمل فكره ناخد نفس الستايل او المشروع ونبدا ان احنا نعمله. بس لكن باذن الله رب العالمين معاكم ان شاء الله هيكون في حاجات جديده باذن الله، ملابس جديده بنفس اللي حضرتك بتتكلم فيه، بس حاجات
تراث ثاني بإذن الله. يأمل رامي أن يطور من مشروعه خلال الفترة المقبلة بإضافة أزياء جديدة كالزي الإسلامي والملكي وغيرهما من أجل عودة الروح المصرية والسياحة في شارع من أهم شوارع الفاطمية. محمد أبو شنب، تين تي في. شفنا شارع المعز ويوم الاربعاء زي ما قلت لكم اي بنت او سيده عايزين ينزلوا يعملوا ويلبسوا ويرجعوا بقى للزمن الجميل ممكن يروح يوم الاربعاء. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان، ان هناك طبعا في ملابس زي ما شفنا اللبس الهندي هناك وافريقي وحاجات تانية كتير، وبعدين اللبس الاطفال كمان حاجه جميله جدا. عايزه اقول لكم بقى فكره من يعني جات لي وانا بتفرج معاكم على التقرير، ممكن لو عريس وعروسه مثلا عايزين يعملوا فيديو كليب، كان زمان بيتعمل فيديو كليب للعريس العروسة، ممكن ينزلوا هناك ويرجعوا بقى للزمن الجميل، هو يلبس الطربوش وهي تلبس الملاية اللف، وحاجة في منتهى الجمال. تاني يوم الأربعاء أي حد عايز يروح شارع المعز بيكون الإيفنت ده موجود كل يوم أربعاء. امبارح كنا بنحتفل مع حضراتكم بعيد ميلاد الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل، ويمكن قلنا لكم ان زوجها المخرج الكاتب لويس جريس كان دايما بيحتفل بعيد ميلادها. الحقيقة يعني واحنا بنتابع كمان معاكم قصة الحب العظيمة دي اللي في الوسط الفني، المخرج الكبير لويس جريس عرض امبارح فيلم اسمه حكاية سناء في المسرح القومي. دي كانت احتفالية خاصة جدا نظمها بمناسبة عيد ميلاد زوجته الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل. الفيلم من إخراج روجينا بسالي، بطولة بقى فنانين كتير، والفيلم هو يمكن مش فيلم تقليدي، لا هتشوفوا دلوقتي معنا فيلم بشكل مختلف. في الفيلم ظهر الفنان فاروق الفيشاوي، بوسي، مفيد فوزي، جميل راتب طبعا وحفظ الألقاب، منى زكي. الفيلم زي ما قلت لكم هو مش فيلم يعني مش فيلم زي اللي احنا بنشوفه، لا هو فيلم قريب من الأفلام التسجيلية، بيحكي الأبطال اللي هتشوفوهم دلوقتي بيحكوا علاقتهم بالفنانة الراحلة سناء جميل كانت عاملة ازاي، مشوارها الفني من البداية لغاية اخر اعمالها. تعالوا نشوف الاحتفالية اللي كانت في دار الاوبرا ونرجع نكمل محاضراتكم مرة تانية. كانت سناء جميل تتميز بالصدق في الاداء، وبقى رحيلها لم يعد هناك من يؤدي ادواره بصدق كما وباحساس كما كانت تؤديه سناء جميل. الفن كله افتقد عبقرية كبيرة جدا، لكن في الواقع ما اعتقدش انها فقدت، لانها عايشة معانا واعملها معانا، واعتقد هي من الحاجات اللي هتكون خالدة في عالم الفن المصري والعربي. اللي بيتفرج دلوقتي على اعمالها اللي بتتذاع اكيد كل واحد بيقول يا خسارة، فقدنا قيمة كبيرة جدا مسرحية وسينمائية وتلفزيونية. افتقدوا قيمة فنية كبيرة جدا جدا نادرة الحدوث. سناء جميل قامة فنية عظيمة، وأعمالها اللي احنا شفناها واللي هي عملتها هي اللي بتعكس ده وبنشوف ده. فسناء جميل من فنانة من نوع نادر، مش كفنانة عادية ممكن يتعمل دور ودور تاني وتنسى، لا ما نقدرش نقول ان احنا افتقدناها، ولكن ان احنا هنتعلم منها، هنتعلم من مدرسة سناء جميل. مدرسة سناء جميل وهي مدرسة المشاعر الداخلية الدقيقة والتعبير عنها بصدق بدون اي افتعال طوال الوقت عبر رحلتها وعبر حياتها وعبر ادوارها. يعني شفنا نموذج للزوج الوفي اللي نفسنا يعني الحقيقه بنامل ان كل الازواج يبقى عندهم الوفاء ده، ان مش بعد ما الزوجه تتوفى الحقيقه ب40 يوم بنلاقي ان هو بيدور الحقيقه على عروسه، لكن طبعا كل الشكر والتحيه للكاتب لويس جريس. طيب احنا فقرتنا او اخبارنا خلصت، لكن لسه طبعا مكملين من حضراتكم، هنطلع لفاصل بعد الفاصل. الحقن المجهري هل هو حاجه ضروريه ولا بقت موضه؟ ده هيكون موضوع فقرتنا اللي جاي مع دكتور عمرو عباسي استشاري امراض النساء والتوليد، لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، واول فقراتنا الحواريه. الأطفال الحقيقة طبعا نعمة كبيرة جدا 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 من عند ربنا، عشان كده ربنا الحقيقة قال عنهم هم زينة الحياة الدنيا.
اكيد اكيد كل بنت بتتفرج علينا او لسه بتتجوز بتسال نفسها هو انا هكون ام امتى، يعني امتى هيتقال لي كلمه مامي. حتى يمكن لو حصل تاخير في الحمل ولو مده قصيره للاسف الزوجه بتبدا على طول ان هي بتجري على الدكاتره، يعني هي بتبقى مستنيه تتجوز النهارده ما فيش شهر تبقى حامل. لا مش ده المفروض. مع الاستهجان ده بقى المفروض بدات او يعني لقينا بدات ظاهره الحقن المجهري، يمكن عشان ارتفاع سن الجواز ممكن يكون ده سبب. ففي بنات بقى كتير بتتجوز بعد ال 30 بيبقى بيفتكروا ان خلاص سنهم كبر وبيبدا القلق. طبعا غير بقى سؤال الامهات والحموات، ايه يا حبيبتي احنا مش هنفرح بحاجه جديده، انا نفسي ابقى جده، مفيش حاجه جايه في الطريق، حاجات كتير بتخلي فعلا البنت حتى لو هي مش في دماغها بتخلي هي عندها قلق. طيب سؤالنا بقى دلوقتي هو امتى يكون الحقن المجهري ضروري؟ هل فعلا الحقن المجهري بقى ظاهره ده مع عدم وجود ضروره طبيه؟ ده اللي هنعرفه من ضيفنا اللي نورنا دلوقتي الدكتور عمرو عباسي استشاري امراض النساء والتوليد. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. زي ما قلت في الانترو كده انه يمكن ارتفاع سن الجواز بعد سن ال 30 بيبقى في قلق عند بعض البنات، البعض الاخر بيشوفوا ان هم من كتر سؤال الامهات والحموات هم نفسهم بيبتدوا يقلقوا يجروا على طول على الدكاتره. خليني اسال حضرتك امتى الحقن المجهري بيكون ضروره؟ هو الحقن المجهري احدى وسائل الاخصاب المساعد اللي احنا بنستخدمها في حالات معينه، اللي هي الحالات اللي هي عندهم تاخر في الانجاب بعد ما بنخلص فترات معينه او بيبقى عندنا بروتوكول معين. تمام. بمعنى اول ما بيجي لك الكابل لازم تعمل لهم اسسمنت، لازم احاول اشوف ايه هي السبب، هل السبب من الزوج ولا السبب من الزوجه. لو مشاكل في الزوج ممكن يكون عنده مشاكل في السائل المنوي من ناحيه العدد ومن ناحيه الحركه ومن ناحيه نسبه التشوهات ومن ناحيه الزوجه. ممكن تكون عند السيده ممكن يكون مشكله في التبويض او ممكن تكون مشكله في الرحم او في قنوات الفالوب، او ساعات بيبقى في مشكله مش معروفه حاجه اسمها ان اكسبلايند انفيرتيليتي، ودي بتمثل حوالي 10 15% من الحالات يكون هم الاثنين سلام وما عندهمش اي مشكله خالص. في بروتوكولات معينه بنمشي عليها لفتره معينه بعد ما بنعمل كل التحاليل وكل الاشعاعات وكل الحاجات المطلوبه، وبعد كده لو بعد كل الفتره دي لقينا ان مفيش نتيجه ايجابيه وما حصلش حمل نبتدي نلجا لوسائل الاخصاب المساعد كالتلقيح الصناعي. يعني دي تكون اخر مرحله ما نبتديش بيها، لكن احنا شايفينها دكتور بقت ظاهره مش طبيعيه. الا طبعا في شويه اكسبشنز، كل قاعده طبعا ليها شويه استثناءات. لو السيده دي مثلا سنها كبير يعني مثلا باربعينات ممكن نبتدي مخزون التبويض بتاعها يبقى قليل. لو السيده دي مثلا احلى سن ايه او افضل سن ايه ان الواحده فعلا تخلف فيه؟ هو طبعا الريبرودكتيف ايج جروب من اول ما السيده تبلغ لحد ما يحصل انقطاع للطمس، ولكن فتره العشرينات واوائل الثلاثينات دي الفتره الامثل، تبقى ست بكامل قوتها بصحتها كويسه ما بيبقاش عندها اي مشاكل ضغط عالي سكر اي مشاكل، وكمان نسبه حدوث الطفل منغولي بتبقى اقل تحت سن 35. بعد سن 35 ممكن النسبه دي بتزيد اللي هي الطفل المنغولي او اللي بنسميه ترايزمي 21. طيب خلينا نتكلم برضو عن الحقن المجهري. والحقن المجهري مش يعني احنا بنتكلم بصراحه بقى غالي جدا وبقى مكلف جدا. صح. ومعظم الناس كمان ممكن بتسافر تعمل الحقن المجهري ده كمان مش في مصر خالص، بتطلع بره. هل ما فيش مثلا عشان برضو البنات السيدات اللي لسه بيتفرجوا علينا دلوقتي وربنا ما رزقهمش، هل في مراكز مثلا بتقدم الخدمه دي مثلا بس باسعار قليله بحاجات تبع طبعا للدوله ولا لا؟ هقول لحضرتك على حاجه. هو اول حاجه الحقن المجهري عندنا في مصر يعتبر من ارخص البلاد في العالم. يعني احنا في ارخص بلد بتعمله في العالم في سلوفينيا بيعملوا السايكل بحوالي 3000 دولار. احنا يعتبر من ارخص البلاد في العالم، حتى في بلاد افريقيه زي نيجيريا. هنا بيتراوح من كام يا دكتور لكام؟ احنا الحقن المجهري عندنا في مصر بيتفاوت من يعني المينيمم يعني والماكسيمم كام؟ من 10000 جنيه لحد 20000 جنيه. طب معلش في سؤال بقى انا نفسي، لان انا شفت ظاهره كنت في احد المولات وماشي لقيت معظم البنات معاهم توينز. انا اتخضيت بجد، انا اتخضيت. هل عشان لما الواحده تيجي تحقن حقن مجهري لازم يجيبوا توينز ولا لا؟ مش شرط، بس احنا في الحقن المجهري بننقل اجنه اكتر من الطبيعي. يعني مثلا لو واحده سيده تحت سن 35 ممكن ننقل لها اثنين اجنه، لو فوق الثلاثينات ممكن ننقل ثلاثه، وبعض الاحيان لو درجه الاجنه اقل ممكن ننقل اربعه. فده طبعا بيزود حاجه اسمها مالتيبل بريجننسيز، او بيزود فرص ان السيده تبقى عندها توائم او يبقى عندها ثلاث اجنه كمان. ساعات ده بيحصل،
وبعض الحالات في الحاله دي هتتجنن تاني هيجي لها جنان. في الحالات دي ساعات بنعمل حاجه اسمها امبري ريدكشن، يعني ساعات بننزل واحد من البيبيهات نعمل حاجه عمليه اسمها امبري ريدكشن وننزل واحد فيهم بحيث ان هو نقلل فرص ان يجي لها طلق مبكر والاطفال دول يخشوا الحضانه ويحتاجوا تنفس صناعي. فطبعا المالتيبل بريجننسي بتزيد في الحقن المكاري، بس مش شرط برضه الحقن المكاري، في ناس اصلا بيحملوا في توينز طبيعي وفي ناس بياخدوا منشطات، يعني بناخدوا راس زي كلوميفين ستريت ماده في اكل يا دكتور مثلا. يعني ده طبعا انا السؤال ده بيتسال كتير قوي، انا عايز اعرف بجد يعني هل هو ممكن يزود في اكل بيحدد نوع الجنين وحاجات ما فيش؟ لا، ده كل الحاجات دي احنا عندنا في الطب حاجه اسمها الطب مبني على الدليل. يعني ما عندناش اي ابحاث علميه بتقول ان الحاجات القلويه او الحاجات اللي هي حمضيه بتزود فرص ان يبقى البيبي ده ذكر او انثى، دي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. ولكن في الحقن المجهري بنقدر ان احنا نقدر نتحكم في الموضوع دوت، بتحدد نوع الجنين. ممكن في بعض السيدات في مراكز كمان دلوقتي في بعض الحالات احنا بنجري لها عمليات حقن مجهري خصيصا عشان هي عايزه تنقل نوع الاجنه، تبقى عايزاها من ذكور او انا عندي بنات وعايزه اخلف ولد بالضبط. علشان تيجي تقول لك انا عندي ثلاث بنات وعايزه احمل في ولد وده حاجه مشروعه وبنقدر نعمل لها عمليه الحقن المجهري، وبناخد عينه من الاجنه دي وبنشوف الماده الوراثيه اللي موجوده فيها، ولو بننقي الذكور وننقل لها الذكور. في حالات كمان بنعملها مش من نوع من يعني الرفاهيه، في حالات لازم تعمل كده. طيب احنا نقف عند النقطه دي، عند نقطه ايه الحاجات او الحالات الضروريه اللي فعلا بتتطلب حقن مجهري، بس نستقبل تليفونات ونرجع لحضرتك تاني. معانا اماني. يا اماني مساء الخير عليك. اماني الخط فصل، حاولي يا اماني تكلمينا مره تانية. طيب ارجع لحضرتك تاني ونرجع للحالات اللي المفروض او اللي بيتطلب فعلا فيها ان الزوجه لازم تعمل حقن مجهري. الحقن المجهري ممكن نعمله لو في مشاكل في الزوج، يعني ما عندوش عدد كافي من الحيوانات المنويه او عنده نوع من تشوهات عاليه جدا في السائل المنوي بتاع الزوج، او مشكله عند السيده لو عندها مشاكل في الاباضه بتاعتها في الاوفيليشن وخدت كل بروتوكولات التبويض وما حصلش اباضه جيده. لو السيده دي عندها نوع من الانسداد في قنوات الفالوب، يعني اللي بتوصل البويضه بالسائل المنوي بتاعت الزوج. لو السيده دي عندها اي مشاكل في تجويف الرحم. لو السيده دي كبرت في السن والمخزون التبويض بتاعها لغايه كام يا دكتور؟ يعني لغايه سن كام اقدر اقول ان انا ما ينفعش اعمل حقن مجهري؟ احنا عندنا حاجه اسمها مخزون التبويض. ربنا سبحانه وتعالى خلق السيده دي عندها مخلوقه بمخزون معين تبتدي تستهلكه بقى في فتره اللي هي فتره الريبرودكتيف ايج جروب او الفتره اللي هي ممكن تنجب فيها. اول ما يبتدي مخزون التبويض بتاعها يقل، ده ممكن بينتهي عند انقطاع التمس. ده افريج من 48 ل 52، بس يعني قبلها بفتره ممكن بعد سن ال 40 نعمل حقن مجهري. طبعا بس طبعا الفرص بتقل. يعني كل ما السيده بتبقى اصغر في السن كل ما صحتها تبقى احسن، كل ما بيبقى ما عندهاش سمنه او اوبيسيتي، كل ما الست ما يكونش عندها امراض زي الضغط والسكر والحاجات دي كلها، كل ما فرصها بتبقى احسن في الانجاب في الحقن المجهري. لان برضو الحقن المجهري ده مش تخش سوبر ماركت تاخد بيبي وتخرج طبعا. يعني نسبه حدوث الحمل في الحقن المجهري طبعا تتفاوت من سيده الى اخرى او من كابل الى ممكن تفشل، ولكن ممكن تفشل طبعا العمليه نسبه الحمل بتاعتها من 40 ل 50%. يعني في ناس كتيره ممكن ما يحملوش من اول مره، ممكن تحمل من ثاني مره، ممكن تحمل من ثالث مره، فبيختلف من سيده الى اخرى على حسب جوده الاجنه، على حسب البطانه بتاعه الرحم بتاعتها كانت مهيئه ان هي تستقبل اجنه ولا لا، على حسب البروتوكول اللي مشيت عليه في الحقن المجهري، على حسب خبره المكان. من حضرتك ايه يعني بعد ما الواحده تعمل حقن مجهري المفروض تعمل ايه؟ بس برضو ناخد تليفون ونرجع لحضرتك تاني. يا رانيا مساء الخير عليك. يعطيكي العافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي يا رانيا. انا رانيا عبد اللطيف حجل من سوريا بس مقيمه بمصر. اهلا بيكي حبيبتي بكل اهل سوريا، اتفضلي. لو سمحتي انا عايزه اقول للدكتور اني عملت الحقن المجهري 3 مرات وللاسف يعني اول مرتين نجحت شهر واحد وبعدين عدت المرات الثالثه فشلت. وانا بقالي حوالي 12 سنه متزوجه. بقالك كم سنه؟ بقالي على سنه 13، 12. وما فيش مشكله عندي ولا عند زوجي. حضرتك عندك كم سنه يا دام رانيا؟ انا عمري 31 سنه. 31 سنه. وانت بتعملي حقن مجهري ليه؟ هو الدكاتره الوقت ما كنتش سامعه، كنت اكلمهم يقولوا لي ما فيش حاجه عندك بس ما فيش سبب واضح يعني تاخر في الانجاب لعدم ما فيش سبب واضح للتاخر الانجاب. لا ما في سبب وعملت كل حاجه والمخزون طب معلش يا رانيا والزوج كشف؟ لان الدكتور كان بيقول ان ممكن تبقى المشكله يا اما عند الزوج يا اما عند الزوجه، هل الزوج كشف ولا لا؟
وزوجي كشف وعمل تحليل وكله تمام، من الدكاتره كل وضعك تمام. طيب الاجنه اللي حضرتك كنت بتنقليها كانت اجنه درجه كويسه، يعني درجه الاجنه كانت عامله ازاي؟ درجه اولى يعني تحط النساء اللي شافوا في اليوم اللي في اليوم الكام؟ اليوم الخامس. وعملتي منظار رحمي تاكدتي ان بطانه الرحم بتاعتك؟ لا، كل ما اروح عند دكتور واقول له عن منظار رحمي اللي ما فيش عندك مشكله بلاش المنظار الرحمي، وبس كنت عامله بالشام اشعه بالصبغه وكمان طلعت كلياتها تمام، وعامله منظار للبطن وكمان ما في عندي مشكله. طيب رانيا اخر سؤال، انت بقالك كم سنه متجوزه بتقولي؟ بقالي 12 سنه متجوزه. 12 سنه. انا حابه الدكتور يساعدني يعني، ما عاد يعني انا كثير قست و طيب. ما عندي يعني فرصة طيب. ابدا يعني، حتى انه وضعي المادي كثير يعني طلعت من سوريا وتكلفت كثير مساعدات لحتى الشعبية طيب. للاسف تابعينا يا رانيا والدكتور هيرد عليكي حالا، تابعينا وهنسمع رد الدكتور. طيب بس يا دكتور معلش خلينا نطلع لفاصل ونرجع نرد على رانيا على طول. نطلع لفاصل ونرجع نرد عليكي. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ولسه مكملين حوارنا مع الدكتور عمرو عباسي استشاري امراض النساء والتوليد. وكان قبل الفاصل في سؤال من رانيا ان عملت حقن مجهري 3 مرات وهي بقى لها كانت 12 سنه متجوزه وعندها 31 سنه. هي الحقيقه بتصعب علينا قوي الحالات دي، يعني الحالات اللي هي تكرار فشل حقن مجهري من الحاجات اللي بتقلقنا جدا وبتضايقنا جدا نفسيا الحقيقه. اسبابه كالاتي، يا اما في عندها مشكله في بطانه الرحم بتاعتها، يا اما عندها مشكله في جوده الاجنه بتاعتها، يا اما عندها مشاكل في الكروموسومات بتاعه الاجنه نفسها. تمام. طبعا في اسباب مناعيه، في اسباب بطانه الرحم المهاجره او الاندومتريوزس، في اسباب كثيره جدا. هي بتقول عملوا كشوفات ولا هي ولا الزوج عندهم اي مشاكل؟ هو الاثنين ما عندهمش اي مشاكل، ولكن مش كل حاجه احنا بنعرفها كده، يعني في حاجات بنضطر ان احنا نعملها فيرذر اسسمنت او نعملها تحاليل اكتر، ولكن في الحالات اللي زي دي بتستفيد قوي من حاجه اسمها سي سي اس. سي سي اس ده عباره عن ايه؟ ان احنا بناخد عينه من الاجنه دي ونبتدي نحللها كروموزوميا عشان نتاكد ان مفيش اي ميوتيشنز او اي تحور جيني موجوده في الاجنه دي ينتج عنه الاجنه دي ما تثبتش. ثاني حاجه برضو، لو واحده سيده عملت حقن مجهري اكتر من مره وفشل، بنبتدي دايما نعمل منظار رحمي، يعني اكتر من مرتين او 3 مرات يستحب ان هي تعمل منظار رحمي، حتى لو باين بالسونار ان هي كويسه يستحب ان هي في الحاله دي. انا مش من الناس اللي بحب المنظار الرحمي في الاول خالص، لان احنا بنستخدم دلوقتي تقنيات ال 3D وال 4D ان انا اقدر اكشف عن بطانه الرحم بسونار ثلاثي الابعاد، بيقدر يديني نسبه دقه حوالي 98% زي المنظار بالظبط. ولكن لو حصل تكرار او فشل في العمليه اكتر من مره يستحب ان هي تعمل المنظار. طيب بناخد كمان اماني. اماني مساء الخير عليكي. ايوه مساء النور. اهلا بيكي يا حبيبتي، اتفضلي. مساء النور. اتفضلي يا اماني، احنا سامعينك. ازيك يا دكتور عمرو؟ ازيك يا فندم، عامله ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. انا جيت لحضرتك وطبعا يعني ده كفايه ذوق حضرتك قوي معانا. انا عملت حقن مجهري 3 مرات وما نجحش. وعندي رحم مقلوب وتكيس، وجوزي كويس. عندك تكيس في الرحم والرحم كمان مقلوب وعملتي الحقن المجهري 3 مرات او ما نجحتش؟ عملت طيب. الرحم طيب. تابعينا يا اماني ودكتور عمرو هيرد عليكي حالا. ماشي، بنشكرك يا اماني. مدام اماني هي معانا ولا مش؟ انت معانا ولا قفلتي؟ لا خالص، هي مش معانا للاسف. برضه نفس الحكايه، عندها تكرار عدم نجاح بعد 3 مرات من الحقن المجهري. بنحب ان احنا نعمل السي سي اس، بنحب ان احنا نعمل منظار رحمي نشوف ايه سبب البطانه بتاعتها، لو فيها اي مشاكل او في اي مش افه موجوده جوه بطانه الرحم ينتج عنها عدم ثبات الاجنه. بنحاول ان احنا نغير البروتوكولات بتاعت الحقن المجهري، لو هي كانت ماشيه على البروتوكول الطويل نبتدي ان احنا نغير البروتوكول، ممكن نمشي على البروتوكول القصير او البروتوكول المضاد. بياخد وقت يا دكتور الكلام ده؟ يعني بياخد وقت؟ احنا تحضير الحقن المجهري ممكن ياخد من اول 3 شهور، ممكن في ناس تعملوها من فتره قصيره، يعني في ناس كتير قوي بيجوا لنا من الدول العربيه كي تعمل حقن مجهري علشان هي لازم تعمله وتمشي. في الحالات اللي دي احنا بنمشيهم على بروتوكول معين، ده ماكسيمم 3 اسابيع بتكون عامله العمليه كلها ونقل الاجنه بتاعتها
وتكون مروحه على بلدها تعمل بيبقى في متابعه بقى خلال التسع شهور الحمل. تسع شهور بقى بتقعد تتصل بينا في التليفون، بنتكلم مع الدكاتره بتاعتهم هناك. احنا بيجي لنا مرضى كتير قوي من العراق، بيجي لنا مرضى كتير قوي من الكويت، من السعوديه، من كل الدول العربيه حقيقه، لان طبعا لان مصر يعني رائده في، احنا الحمد لله مصر من رائده في المجال ده بالذات، وعندنا احدث الحضانات، عندنا اجهزه متطوره جدا، عندنا جهاز 3D وال4D، عندنا تقنيات عاليه قوي في المعامل، عندنا تقنيات عاليه قوي في الادويه، بندي ادويه مجهزه وراثيا. يعني الحمد لله احنا اثبتنا ان احنا عندنا كفاءه عاليه جدا في مجال الحقن المجهري على مستوى الشرق الاوسط وبل بالعالم كمان، وبنعمل ابحاث في مجال الحقن المجهري. يعني انا كطبيب في مركز قومي للبحوث بندي ابحاث كتير قوي في مجال الحقن المجهري، وبنحاول ان احنا نرفع من نسب الحمل على قد ما نقدر. طيب ناخد ثناء ونرجع سهام. يا سهام مساء الخير عليكي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. اهلا بحضرتك. انا الاول برحب بالدكتور وبقول له ان هو فعلا انسان محترم وانسان جميل جدا. ربنا يكرمك. وحاجه حلوه قوي ان احنا شفنا حضرتك النهارده واحنا قاعدين متابعين البرنامج. ربنا يخليكي، متشكر لحضرتك يا فندم. ليكي سؤال يا سهام لدكتور عمر؟ لو سمحتي، انا كنت قريت على الصفحه عنده ان هو هيعرض النهارده في البرنامج، هيظهر النهارده في البرنامج وبيتكلم عن الحقن المجهري، وان حضرته عامل حاله بوجه الله يعني. ما دي انت حرقت لنا المفاجاه. ليه يا بوسيان حرقت المفاجاه؟ احنا كنا لسه هنعرض عن هنقول عن المفاجاه دي. بنشكرك طبعا يا سهام، متابعينا برضه لاخر الحلقه. هو مش جديد على الدكتور على فكره ان هو يعمل حاجه زي كده، لان هو ربنا يكرمك اكيد طبعا. طيب بنشكرك يا سهام، مساء العسل الابيض عليكي. ايه؟ الو. يا ايه، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا كنت عامله حقن يعني ثالث مره اعمل حقن المره دي، وحملت كل حاجه وانها في الشهر الرابع، والدكتور قال لي ان في كيس ميه في بطن الجنين وميه على الرئه وتحت الجلد. انت كنت طيب حامل وقرر ان هو الجنين ده لازم ينزل. انت حضرتك الار اتش بتاعك ايه؟ فصيل الدم الار اتش موجب. موجب. وعامله كل وعامله حقن مجهري؟ عامله حقن وكل حاجه سليمه، ما فيش اي حاجه، حتى جوزي عامل دي ان ايه، ما فيش اي حاجه. انت في الاسبوع كام حضرتك؟ انا في الاسبوع 19. 19. انا اوكي. طيب تابعينا يا ايه، ودكتور عمرو هيرد عليكي حالا. طيب بنشكرك. حضرتك سالتها على فصيله الدم، فصيله الدم بتفرق اللي هي بتحكيه ده بتوصفه حاجه اسمها هايدروبس. هايدروبس دوت ان بيبتدي يكون في اماكن معينه في البيبي، يبتدي يكون ميه في الغشاء البروتوني، في حوالين الرئه، في ممكن حوالين القلب، ودي من المشاكل اللي احنا بنشوفها في بعض الحالات. ممكن يكون سببها ان هي تبقى ار اتش بتاعها سلبي، ويكون جوزها ار اتش موجب، ويحصل اختلاط ما بين دم الجنين ودم الام، فيبتدي ينتج عنه اجسام مضاده تهاجم الدم بتاع الجنين، فيبتدي يجيله انيميا شديده جدا، فيبتدي يحصل تكسير كرات الدم الحمراء ينتج عنه الميه. ده بيحصل احيانا لو الار اتش سلبي. في الحاله بتاعتها اللي هي بتقول ان هي ار اتش موجب، ممكن يكون بسبب فيروسات معينه، في حاجه اسمها بارفو فيروس، ممكن يكون بسبب السيتوماجالو فيروس او التوكسوبلازما، او يكون سبب مناعي، يعني في اجسام مضاده في الجسم تبتدي تهاجم الجنين دوت، وتبتدي ينتج عنه تكسير كرات الدم الحمراء، تبتدي ينتج عنه الميه. في الحالات اللي زي دي بنعمل دوبلر، نشوف كميه الدم اللي واصله للجنين عن طريق الشريان السري وعن طريق المخ، ونبتدي نتابعه. في بعض الحالات بيضطروا ان هم ياخدوا نقل دم اثناء الحمل، يعني ننقل كرات الدم الحمراء الى الجنين في فتره الحمل، بحيث ان احنا نحاول ان احنا نقلل التكسير على قدر المستطاع. بس للاسف هي بتقول ان هي في الاسبوع 19، دي فتره بدري جدا. يعني للاسف الشديد بعض الحالات دي ما بتكملش. ارجو ان هي يكون عندها اجنه ثانيه مجمده ان شاء الله، ولو عندها اجنه مجمده جيده ممكن تنقل الاجنه المجمده، ونحاول نشوف لو في اي مشاكل كروموزوميه في الجنين نحاول نتجنبها بالتحليل الوراثي اللي انا بقول عليه، اللي هو السي سي اس، او ان احنا ناخد عينه كروموزوميه من الاجنه عشان نتاكد ان ما فيهاش اي عيوب خلقيه قبل ننقلها. طيب زي ما بيقولوا كده ايه، ختامها مسك. وحضرتك كنا وللاسف في المتصل الكريم هي حرقت لنا المفاجاه. كان الدكتور النهارده محضر لحضراتكم مفاجاه هنسمعها من الدكتور، وانت هتقولها لنا بنفسك للمشاهدين على طلب. طبعا يعني انا اتشرفت جدا بوجودي معاكم النهارده، واحنا يعني كحاجه مبادره مننا ان احنا نحاول نشيل العبء المادي من على الناس اللي هم بيجروا عمليه الحقن المجهري. انا ان شاء الله متبرع لوجه الله سبحانه وتعالى عن عمليه حقن مجهري كامله
للبرنامج، وفريق الاعداد بتاع البرنامج هو اللي هينقي الحاله دي كل حاجه يا دكتور، بالتحاليل بكل حاجه، بتحليلها بمتابعه تبويضها بالعلاج بكل حاجه. جزاك الله كل خير يا دكتور بجد، واحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. وخلينا نقول لكل المشاهدات يا جماعه كلمونا او ابعتوا لنا على الصفحه بتاعه البرنامج برنامج عسل ابيض، او كلمونا من دلوقتي لغايه اخر الحلقه واحنا هيتم ان شاء الله الاختيار. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عمرو عباسي استشاري امراض النساء والتوليد، نورتنا وشرفتنا. شكرا يا فندم، نورتينا. طيب احنا لسه مكملين معاكم، بس هنطلع لفاصل، بعد الفاصل قضية اجتماعية مثيرة للجدل، هل بتوافق على ان زوجتك تخلع الحجاب ولا لا؟ بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، وفقرتنا التانية هنناقش فيها قضية اجتماعية مثيرة للجدل في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة. لكن خلوني قبل ما أتكلم عن موضوع فقرتنا وعن قضيتنا اللي عاملة بتعمل جدل وفيها إثارة، خليني أتكلم وأقول إن أنا هتكلم أو ما بتكلمش من الناحية الدينية، أنا بتكلم إن هي وجهات نظر شخصية وإحنا بنعرضها لحضراتكم، مش بتطرق خالص للجانب الديني، هي وجهة نظر ما بين مؤيد وما بين معارض وإحنا بنعرضها لحضراتكم، وكمان أكيد هنسمع وجهات نظر حضراتكم. أكيد كل واحد فينا شاف أو عرف أو سمع عن سيدة أو بنت طبعا قلعت الحجاب، وأكيد سمعنا مبررات كتير وليها أسباب كتير، خصوصا بعد ما كان في الفترة الأخيرة دعوات خلع الحجاب انتشرت على مواقع السوشيال ميديا، وبقى إن هي بتدعو ليها عدد كبير من الكتاب والمثقفين، أشهرها طبعا الكاتب الصحفي أستاذ شريف الشباشي، واللي تعرض لانتقادات كتيرة جدا بسبب حملته. النهاردة بقى في عسل أبيض هنناقش القضية زي ما قلت لكم من منظور مختلف جدا، هنناقشها من منظور الراجل نفسه، الراجل المصري. سؤالنا لحضراتكم واللي هيظهر قدام حضراتكم على الشاشة، هل بتوافقوا على خلع مراتك أو أختك أو قريبتك الحجاب ولا لا؟ ده سؤال حلقتنا النهاردة. النهاردة معانا وجهتين نظر، ما بين مؤيد للفكرة وما بين معارض للفكرة. تليفوناتنا قدام حضراتكم على الشاشة، حابة ان انا اسمع اراء حضراتكم. حد عنده تجربة شخصية في موضوع خلع زوجته الحجاب، حد عنده تجربة معارضة، طبعا في انتظار تليفونات حضراتكم. خلوني ارحب في البداية بضيوفي الاعزاء، الاستاذ محمود بدوي المحامي هو من المعارضين لدعوة الدعوات الجماعية لخلع الحجاب، بنرحب بحضرتك الاستاذ محمود. معانا كمان بقى الجانب المؤيد وهو المهندس احمد شعلان، مهندس كمبيوتر، وهو زي ما قلت من الموافقين على خلع الحجاب. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. خليني ابدا مع حضرتك والطرف او الجانب المؤيد لفكره، انت موافق على خلع الحجاب، ليه انت موافق او ايه الاسباب او ايه المبررات بتاعتك؟ خليني الاول بما ان انت سالتي، يعني بما ان ده السؤال كان الاولاني، فهو المفروض ان انا كراجل مبقاش ليه انا اقول او لا، لان هو مش انا اللي بلبسه، مش انا يعني مش انا اللي احطها طرحه على شعري او انا اللي هقلعها، هو الامر بيخش الست في حد، المراه في حد ذاتها، فهو المفروض مبقاش ليه ان انا اقول بس لا. هو لو انت مثلا مراتك بتبقى قدام ربنا انت المسؤول عن، انا برضو يعني مش هتكلم انا من الناحيه الدينيه، لكن انا بتكلم ان انت بنتك او اختك او مراتك حتى انت مسؤول عنهم، يعني المفروض ان كل واحد بيبقى مسؤول عن نفسه. يعني في الاخر هي اللي هتتحاسب. دي فكرة. الحاجة بقى التانية، فكرة الدعوات بقى نفسها اللي انت اتكلمتي عليها، خلينا نقول ان مثلا لايك من فروم 70s من السبعينات بيبقى في دعوات في المجتمع، في الجامعة، البنت من ساعة ما بتبقى صغيرة بيبقى في ناس بتقول لها اتحجبي عشان كذا وكذا 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 وكذا. الدعوة اللي انت بتتكلمي عليها دي حصلت مؤخرا جدا، ان بقى في دعوة في اتجاه مضاد، ان بقى في ناس بتقول انت ممكن تقلعي الحجاب عشان كذا، او لو انت عايزه تقلعيه فهو مش غلط او هو مش حرام او في اسباب دينيه اخرى، 1 2 3 4. بص احنا مش هنتكلم في الجانب الديني، انا خليني اتكلم عن الديني. انت متهيألي انت يا باشمهندس ليك تجربه شخصيه في الموضوع ده، صح كده؟ اوكي. انت بتتكلمي على انا عايزه اتكلم عن تجربتك الشخصيه. طيب اوكي جميل. انا كانت انا اتجوزت مراتي، هي مراتي محجبه، يعني اتجوزتها محجبه، كانت حامل وفي الشهر الثامن او التاسع، فقررت
فاتخانقت كده فقررت تقلع الحجاب. انا كنت عادي ما عنديش مشكله معاها. اوكي براحتك. يعني وقتها اتعرضت لكميه من الضغوط من المجتمع اللي حواليها بيبقى فوق الخيال، خاصه مع واحده مثلا حامل وتبقى مستنيه السبورت من الناس اللي حواليها، انت كده غلط وانت كده ازاي وانت كده مش عارف ايه، لا انا مش هشوفك وانت عيانه، لا انا بصي ولا احضر لك ولاده ولا ده من اهلها ده من يعني من من اهلها ومن اهلها من المقربين ليها من كل المقربين اليها. حصلت لها مثلا بعد كده مشاكل صحيه، بص مشاكل صحيه في الغده، فبصي ما دي رقبتك اللي انت ماشيه بيها في الشارع، شفتي ربنا عمل فيكي ايه؟ بفيكي انت كان رد فعلك ايه لما هي قلعت الحجاب؟ هل خدت رايك ولا قلعته من نفسها ولا اتناقشتوا ولا ايه؟ هي كانت بتقلع احيانا في مناسبات بره بتاع، جت مره كده كانت انا كنت مراي حالتها النفسيه، كانت صحيت الصبح كده قالت لي انا مش هلبس طرحه تاني. انا كنت متفاهم ان هي هو في الاول في الاخر قرارها، انا مبقاش يعني برو او ضد قوي، وهو في الاخر هي حرام كانت حالتها النفسيه متاثره، اللي هو ده مش وقت نقاش. يعني زي ما انا قلت في البدايه ان الحالات الخلل الحجاب بيبقى ليهم اسباب وبيبقى ليهم كمان مبررات. ارجع لك هو بيبقى حقهم ان هم يقلقوا او يلبسوا هنسمع بقى حقهم ولا لا، خلينا نوجه النظر الاخرى نقول ان هي ليهم مبررات كانهم بيعملوا حاجه غلط، فلا هم ليها سببها او لا. طيب خليني هسمع وجهه نظر حضرتك تاني، بس ناخد استاذ محمود البدوي المحامي وحضرتك من المعارضين لفكره خلع الحجاب. هو انا مش معارض ان اي سيده مصريه تخلع الحجاب او ترتدي الحجاب، ده حقها الشخصي، ولكن اعتراضي واختلافي مع فكره ان احنا بنلاقي دعوات بتنتشر ما بين الناس، زي ما شفنا احد الكتاب قبل كده عمل الموضوع دوت او دعا للكلام دوت وعمل لغط كتير جدا اثار جدل شديد جدا في المجتمع المصري. تمام. خلينا بدايه ان احنا نتفق او نختلف ان مساحه الحقوق والحريات الخاصه بكل واحد، الحقوق الشخصيه اللي ثقه بشخصيته هو حر فيها. اللي عايز يصلي يصلي، اللي مش عايز يصلي ما يصليش، اللي عايز اللي بتريد انها ترتدي الحجاب ترتديه، او اللي بتريد انها تخلعه تخلعه براحتها، ما نقدرش نتدخل في ده. زوج عايز يقول لزوجته شايفها ان هي احلى بالحجاب هو حر، هو كل زي ما قلنا كلكم راع وكل كل راع مسؤول عن رعيته. ولكن الفكره اللي انا بسميها هي دعوات للافساد، ان انا الاقي الكلام ده كمان بيتجاوز، انا ممكن اقول لزوجتي دلوقتي لا اخلعي الحجاب او البسي الحجاب، انا حر وانا هسال عنها عن كل تفاصيله، ولكن اللي انا بقول عليه ان هي دعوات للافساد او لنشر الافساد ما بين المجتمع المصري، ان انا دلوقتي الاقي ان في كوميونتي بيتعمل او في دعوه بيتعمل او كامبين بيتعمل عشان نبتدي ان انا ادعو لهذا الامر. انا شايف هنا ان الكلام دوت بيتعارض مع كتير من الثوابت بتاعتنا، زي ما بنتكلم ان المجتمع المصري وقضاياه ليه خصوصيه مجتمعيه بيختلف عن بعض المجتمعات الشرقيه او حتى الغربيه او الاوروبيه، عندنا بعض الخصوصيه المجتمعيه اللي بتحفظ المجتمع بتاعنا، ولكن حينما نصل الى مرحله ان احنا بنقول فيها ان احنا بنبتدي ندعو بعضينا ان احنا ناخد اطار خارج عن الحقوق الشخصيه اللاصقه بتاعتنا، ان انا كمان مشيت على النهج وعايز غيري كمان يتبعه، انا بسمي دوت دعوات للافساد. طيب احنا نرجع نكمل طبعا مع حضراتكم وهناخد ارائكم وناخد كمان اراء الجمهور، لكن نطلع لفاصل ونرجع كمان نكمل حوارنا مع ضيوفنا. اهلا بحضراتكم مره تانية ولسه مكملين حوارنا ما بين مؤيد وما بين معارض لفكره خلع الحجاب. معانا في الاستوديو مره تانية بنرحب باستاذ محمود بدوي المحامي وهو من الرافضين للفكره، واستاذ المهندس احمد شعلان من المؤيدين. حضرتك كنت برضو بنتكلم عن الحملات اللي طلعت وبعض الحملات اللي هي بتؤيد لفكره خلع الحجاب، خليني اسال حضرتك ليه حضرتك معترض على الفكره دي نفسها؟ زي ما قلت لحضرتك قبل كده في بدايه حديثي ان انا قلت ان انت مسؤول، زي ما قلت لحضرتك كل واحد مسؤول عن نفسه وعن من يعول او من يرعى من ضمن افراد اسرته، ولكن فكره ان انا مثلا ممكن اكون اوبن مايند شويه، ممكن انا اكون انا ما عنديش تحفظات في الناحيه ديت، مش هو اللي هيكون محرك ليا في تحركاتي ان انا ابتدي كمان ان انا ادعو الناس لهذا الامر. ربما مثلا اكون انا راجل بحب ان انا اتناول المسكرات كويس، حتى ان كان هذا الامر يتعارض مع ثوابتي الدينيه او حتى مع القانون او حتى مع العادات الشرقيه اللي احنا بنعيش في وسطها، ما ينفعش ان انا اعمل جروب اقول محب الكحوليات ونبتدي ان انا اعمل انفيتيشنز او اعمل دعوات للناس دي عشان اضم الناس ليا. زي ما بقول لك برضو انا بقول ان هذا الامر بيكون دعوات للافساد،
زي ما شفنا فتره يمكن للاسف الشديد يا فندم الفتره اللي تلت 2011 فترات التحول الديمقراطي اللي حصلت في مصر والانفتاح اللي حصل ده كله على مساحه اكبر من حقوق والحريات احنا انا شايف ان احنا ما كناش مؤهلين ليها. فابتدينا ان احنا بنلاقي ان حتى بعض الكتاب او بعض الناس اللي هم ايكونز في المجتمع بيبتدي يحصل عندهم شطط في الفكر، زي ما شفنا الدعوه لاطلاق احد الكتاب قبل كده واللي اثرت جدل كتير. ده بيقول ان في بعض الناس، وربما ده تاويلي لهذا الامر، في بعض الناس في بعض الاوقات بيحسوا انه في مساحه الضوء خابت عنهم شويه او اختفت عنهم شويه، فبيحب ان هو يكون يتعمل عليه فوكس، وان هو يحب يكون برضه يكون يعمل قضيه مثيره للجدل. بيعمل هي سياسه تخالف تعرف، هي سياسه تخالف تعرف. هو احنا لو قلنا ان بني ادم ماشي في الشارع وعفوا بوبي عضه او كلب عضه، ده خبر طبيعي وعادي مش هيصير حافظه اي حد. لكن لو قلنا العكس بقى، ان واحد ماشي في الشارع وهو اللي عمل العمله دي في الكلب، فهو دوت هيكون محط انظار الجميع وهيبقى عليه فوكس سبوت لايت كبير. فهنا في ناس كتير بيحسوا ان هو في مساحه من الاهتمام راحت عنهم شويه، فبيحب ان هو يطرح روايه جديده او يطرح طرح جديد مثير للجدل، بس دايما لازم بنلاقيه بيكون مختلف مع العادات والثوابت بتاعت المجتمع. ما تيجوا نشوف الناس، نزلنا الكاميرا بتاعت عسل ابيض نزلت الشارع وسالت الناس انتوا مؤيدين ولا معارضين؟ تعالوا نشوف فضلت. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل حوارنا في الاستوديو. توافق ان مراتي تخلع الحجاب؟ ما كده كده خلعاه، يعني هي عاد برغبتها لكن مش غصب. انا مراتي محجبه عمرها ما هتخلع الحجاب. الامر مرفوض لان احنا طبعا بنطبق الشريعه الاسلاميه في الدوله وبنطبق الفريضه بتاعتنا. لا الحجاب بالنسبه لي فرض. تقلع الحجاب ازاي؟ ما ينفعش خالص، يعني ولا دين ولا اي حاجه تقول لي انت ينفع تقلع الحجاب. هي مش هتخلع الحجاب، يعني دي مشكله مش وارده. لا انا ما وافقش ان تخلع الحجاب، لان الحجاب ده المفروض احترام للمراه على الاقل، حتى اقل حته تحرش في الشارع والمعاكسه. انا مراتي مش لابسه حجاب اساسا. لا طبعا. ازاي يعني؟ مش لما تلبسه الاول يعني؟ لا طبعا ما وافقش حتى لو طلبت مني اهو. ما ينفعش. لا لا ما ينفعش. ازاي؟ دي كانت اراء الناس اللي نزلنا خدنا رايهم في الشارع. ايه رايكم في فكره او الحملات اللي ابتدعوا لفكره خلع الحجاب؟ كان يمكن معظمها او كلها قال لك لا وازاي وما ينفعش، وبيقول لك ان فكره قلع الحجاب ده ممكن يعرض المراه كمان للتحرش الجنسي. خليني اخد رايك في التقرير. معظم الناس، واحنا في مجتمع شرقي كلنا بنقول لا ما ينفعش يا جماعه نقلع، تبقى واحده محجبه وتقلع الحجاب. انت رايك ايه وردك على الناس دي ايه؟ طيب انا هاخد كلمه من التقرير وكلمه من استاذ محمود. هو اتكلم على ان دي دعوه للفساد، وفي ناس طبعا اتكلمت على فكره التحرش. خلينا ان في بقى في مشكله في الفتره خلال مثلا اخر 20 30 سنه اصبح هناك ربط كبير قوي ما بين قدر الهدوم اللي الست لابساها وما بين الاخلاق. قدر فوق يعني فوق الخيال. دخل بعديه كمان بعدها فكره ان بقت الست مشاصه، كل ما تتغطى علشان الدبان ما يجيش عليها، كل ما نغطيها اكتر كل ما بقت احسن، كل وطبعا فايس فيرسا، كل ما هي بقت اقل قماش اصبحت اقل اخلاق. خلينا نتكلم بما ان الناس اتكلمت على التحرش. احنا الحجاب مثلا زاد وانتشر في مصر، واذا كان الناس بتبقى بتلبسه من اجل ان هي من يعني علشان شايفه ان ده اكثر فضيله فايتس اوكي. هل التحرش قل معاه؟ انا طبعا انا ما اقدرش اطلع. لا في احصائيات بتقول ان ظاهره التحرش قلت عن زمان. قلت عن زمان امتى؟ قلت زمان عن الستينات مثلا السبعينات. لا انا مش بتكلم عن زمان الستينات السبعينات. لا يعني لا مش بتكلم. بص انا مش بتكلم على فكره. انا مش عايز اقول يعني مش عايز اجزم واقفز الى الاستنتاج اللي فيه. طيب خليني اسالك سؤال تاني. انت ماشي. انا خليني اسالك سؤال تاني خالص. في كعب هنا مبين، بقى في هنا صباع، بقى في موافقه على كلامك جدا. حتى كان زي ما بيقول لك الحجاب دلوقتي لازم تبقى منقبه ودي لابسه كذا ودي لابسه كذا. النقطه بقى الثانيه برضو دي مش دعوه للافساد. خلينا نتفق الرسول عليه الصلاه والسلام قال انما بعثت لاتم مكارم الاخلاق. دي دعوه جست اننا ما نربطش الست بلبسها. انا عندي بنت 3 سنين، نفسي انها لما تكبر تبقى جوليا. لما بنتك تكبر وهي خلاص اتحجبت بكامل ارادتها وجات اتحجبت وجي جوزها قال لها هتقلع الحجاب، انت كأب هتعمل ايه؟
يجي طولة العمر. ربنا يديك طبعا طولة العمر. أنا فعلا بس أنا نفسي إن جوليا مثلا ما تبقاش مربوطة بهي لابسة إيه، تتعلم الأخلاق وتتعلم الفضية وتتعلم القيم في حد ذاتها، مش اللبس بس، لأن إحنا ربطنا اللبس كتير. وفي فعلا نقطة ثانية، إن في آراء أخرى بتتكلم إن لا إحنا ممكن نقرأ نصوص تاني ما هواش فرض. يعني طيب بص، خلي قال اذا تعارض تفسير النص مع العقل فعمل العقل. شايفه ان حضرتك ليك تعليق، بس هناخد تعليقك وهكمل كلامي بس عشان الناس بقى عايزه تدخل والناس يعني عايزه تتكلم. فعلا ان احنا نتكلم ما احنا عايزين يعني يرد ويرد علينا. خلاص ناخد محمد من القاهره. مساء الخير عليك. مساء النور يا فندم. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. ايه رايك في الحملات، مع ولا ضد خلع الحجاب؟ خلع حجاب المرأة، لان انا بالنسبة لي كلمة الحجاب اصلا مش موجودة في القرآن الكريم، فبالتالي مفيش حاجة اسمها حجاب المرأة اصلا. واكيد ايوة محضر. اتفضل كمل. كنت بقول ان الفكرة نفسها جاية من فكرة التراث الديني، يعني احنا الموضوع كله احنا بنتجادل حوالين هل هو موجود ولا مش موجود. احنا مش بنتطرق يا جماعة للجانب الديني، احنا لما ناجي اتكلم على الجانب الديني لازم اكون معايا حد هنا في الاستوديو، حد متخصص في امور الدين، لكن انا مش بتكلم من الناحية الدينية، انا بتكلم انت كرجل، هل انت مع ولا ضد فكرة خلع الحجاب؟ مراتك جات بتقولك انا عايزة خلع الحجاب، انت موافق ولا رافض؟ بس كده. طيب معنا مين يا جماعه؟ عبد الله من اكتوبر. اهلا بيك يا استاذ عبد الله، اتفضل. اهلا بحضرتك. انا في البدايه عايز اقول انه مساله الحجاب هي مساله اللبس زي المراه او زي الرجل، مساله اجتماع وثقافه، مش مساله دين باي حال من الاحوال. ربنا مش مصمم ازياء علشان يقول للناس تلبس ايه وتقلع ايه. المساله يعني انا عايزكم ترجعوا كده لحد بداية الثمانينات من القرن العشرين اللي فات. بداية الثمانينات المصريين كانوا عادي جدا، لا كان في حجاب ولا كان في أي حاجة. حتى في الأوساط الشعبية، حتى في الجامعة، أنا دخلت الجامعة في بداية السبعينات من القرن الماضي، كنت شوف الجامعة شكلها إيه، وبقول للي قاعدين قدامك دول اسألوا أمهاتكم وأبائكم كانوا بيلبسوا إيه. ستات حتى في الطبقات الشعبية كانت بتلبس لبس عادي جدا، ومفيش أي غطاء لا سؤال أي حاجة. دي مرتبطة بتصور متخلف جدا للمرأة أو للأنثى بشكل عام، إنه بينظر لها على إنها جنس فقط لا غير، وبالتالي مصدر إثارة الشهوة والغريزة لازم نغطيه. نفس التصور ده أنا ممكن أعجب بشعر البنت، بشعر المرأة، بلون عينيها، بجسمها، هي كمان نفس الحكاية ممكن تعجب بطول الرجل، بعرضه، بعضلاته، بشعره، بعينيه، زي ما هتفرضي حجاب على المرأة لازم تحجب الرجل، لأن هو تصور جنسي للمرأة متخلف جدا، تصور جنسي للعالم، ده تصور متخلف يا أخوانا. ارجعوا لحد منطقة يعني من ثورة 19 لحد بداية الثمانينات. استاذ عبد الله خليني اقاطع حضرتك معلش واقول لك ان انا مش بتكلم على وجهة نظر او ان المجتمع شايف ايه، لا انا بتكلم عن تقبل الرجل لخلع فكرة خلع الحجاب لزوجته. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عبد الله. وعايزين بقى كمان الستات تكلمنا وتقول لنا لو ليهم تجارب في يعني حد خلع الحجاب، زوجه كان رد فعله ايه. طيب خليني ارجع كمان لحضرتك، وكان استاذ احمد بيقول برضو انه هو ما عندوش مشكله في ان يبقى في خلع للحجاب، ويمكن المتصلين قالوا انه كان زمان ما كانش في حالات تحرش كتير. وانت ردك بقى للكلام ده على ايه؟ انا متفق معاه طبعا في بعض ما قال. حلو الحمد لله متفقين على حاجه. أكيد. الحمد لله. من منطلق ان احنا بنتكلم انا ضد الفكره اللي هي بتقول ان فكرة التحرش او فكرة للاسف الافة الشديدة اللي بقت عندنا ديت مش مرتبطة بفكرة اللبس او يعني مش علاقة عكسية، كل ما الست لبست اكتر فده هيمنع عنها التحرش، او كل ما هي اظهرت من مفاتنها فده هيزيد عليها. لا الكلام ده يعني الكلام ده خاطئ جدا، لان بنشوف بعض المحجبات وبعض المنتقبات وبعض المحتشمات بيتم التحرش بيهم. الشخص او الكائن المتحرش ده، عشان مش عايز اسميه انسان، الكائن اللي بيتحرش دوت ده انسان معدوم الضمير ومعدوم الاحساس، مش هيكون العائق بتاعه سكارف او حجاب واحده لابساه او لبس طوله الكلام ده، لا بنلاقيه برضه بيتحرش. ولكن هنا الفكره انا برجع عشان اكد على النقطه اللي انا بتكلم فيها، ان فكره مدى شرعيه هذا الامر من عدمه يتكلم فيه رجال الدين، وان كنت انا اعرف
بالظبط. بشكل بسيط. واحنا بناكد على حضرتك. طبعا مش هتكلم بناكد على النقطه دي بشكل بسيط. طب ممكن اقاطع حضرتك عشان معانا تليفون مهم جدا. تاني مقاطعه دي هتتسمع. معلش انا بعتذر لحضرتك. لا يا فندم اتفضل. طيب معانا على التليفون مدام نهاد زوجة المهندس احمد شعلان، وطبعا مدام نهاد هي صاحبه التجربه بنفسها وتحكي لنا. مدام نهاد مساء الخير عليكي. الو. ايوه سامعيني؟ انا كده سامعاكي. اهلا بيكي. قولي لي نهاد، انت كنت محجبه من وانت طفله صغيره صح كده؟ لا مش من وانا طفله، وانا دخلت ثانوي اتفاجئت ان كل الناس بتتحجب، بعدين عرفت ان السبب في الموضوع ده. يا جماعه صوت في الاستوديو معلش، الصوت انا اسفه يا نهاد، الصوت يا جماعه في الاستوديو مش واضح خالص. اتفضلي يا نهاد. كده تمام، وعلي صوتك انت شويه كمان. يعني انا دخلت ثانوي لقيت كل الناس بتتحجب. ماشي؟ فلقيت بقى ان في مدرسه هي السبب في الموضوع ده، ان هي كانت بتنشر الحجاب بشكل بقى يعني تهديد وتمييز وكده. فا اوكي لبست الحجاب، وبعدها بعد الجواز لقيت ان انا عايزه اقلعه ايام الحمل. قلعت الحجاب طبعا احمد ما اعترضش خالص. اوكي هو ما عندوش مشكله خالص اني اقلع عقده الحجاب، انا اصلا لابسه الحجاب دلوقتي وهو برده مش معترض عادي جدا. ايه احنا اصلا مش ضد الحجاب، يعني انا دلوقتي لابسه الحجاب ومقتنعه بيه، ما عنديش مشكله خالص فيه، ما عنديش مشكله ان حد يتحجب. بس المشكله في التشدد في الدعوه لارتداء الحجاب، اللي هو يعني الحجاب ده مجرد وسيله تقرب من ربنا مش غايه. في ناس كتير قوي عملته غايه، لا هو الغايه بتاعتها، يعني الست لازم تتحجب. تمام. انا بس خليني اسالك على حاجه نهاد، ويمكن كان باشمهندس احمد بنتكلم دلوقتي ان انت لما جيتي قلعتي الحجاب وحصل لك ربنا طبعا يشفيكي ويعافيكي، حصل مرض ما، جم بقى الناس المقربين قالوا لك لا وشفتي ربنا. انت من جواكي اسمعيني بس، انت من جواكي حسيتي فعلا بتأنيب الضمير، قلتي لا انا فعلا المفروض البس الحجاب تاني، ولا كان ايه يعني؟ الواحد بيبقى دايما جواه زي ما بنقول في صراع، انت الصراع اللي كان جواكي كان ايه؟ اكيد طبعا بيبقى في حاجات زي كده، بس طبعا انا يعني دي كانت مرحله وعارفه ان هي مرحله. يعني ما بديش لبسته تاني، لبسته عادي يعني قطيع وهو ما قاليش حاجه، يعني هو ما قاليش اقلعيه يعني، بس هو كان يعني ايه اللي هو يعني خايف يكون انا مثلا لبسته من ضغط عليا او كده، لكن لا خالص مش فاهم. طيب انا بشكرك مدام نهاد، شكرا جزيلا ونورتينا، وارجع تاني لحضرتك من غير مقاطعه هو استاذ محمود. هي طبعا مدام نهاد بتقول ان هي كان من ايام المدرسه وكان في مدرسه بتقعد هي نحكي الحدوته دي علشان جايز هي ما لحقتش تقولها. كانت هي طفله 13 14 سنه كده، وكان شعرها طويل قوي، فكانت المدرسه بتدخل الفصل، وكانت هي تلميذه متفوقه، فكانت بتمسكها من شعرها كده كل مره وتقول لها كل ما طول شعرك كل ما زاد عذابك، انت مش هيفيدك في الاخر، لان انت لا شاطره ولا متفوقه، في الاخر مش هتتحاسبي غير على الحجاب. طبعا كلمه صفر. بص احنا شفنا يمكن قصص من ده كتير، وتم التعامل معاها والمدرسين طبعا ده خطا مدرسه، انا مش بيحصل بشكل كبير قوي. انا يمكن عندي مشكله ان انت في ناس بتقول لك ايه ده انتوا هتعملوا كده، انتوا ازاي بتقولوا للناس تقلع الحجاب، او انتوا ازاي في دعوه بتعمل كده، مع ان دول بيبقوا اقليه عيني على جنب كده، ايه مثلا جاست بيسبورتوا مثلا واحده، اصل خلي بالك ان الدعوه اللي بتحصل ما بتخليش واحده تقلع الحجاب عشان شاف طلع يعني المحجبه مش هتشوف مثلا في تلفزيون مثقف او مثقفه ما فهتلاقيه بيقول كده فهتقوم قلعه. اللي بيحصل ان ده بيبقى سبورت الناس اوريدي لابساه مثلا كضغط مجتمعي وبتسبورت بعض، او بيتقابلوا على السوشيال ميديا ويسالوا بعض انت قلعتيه ازاي، او انت ازاي واجهتي ضغط. هي الفكره اللي يمكن حضرتك تتفق معايا يا استاذ محمود، ان الفكره ان كل واحد دي حريه شخصيه، لا معاه ولا معاه ضد، ما احنا عايزين بس لكن الحمله ان يتعمل حمله، متهيألي هو ده ده الغلط، والجروب عليه 17,000 واحد. يعني نوضح بعض الامور. كمان انا بختلف مع المخوفاتيه، المدرسه المخوفاتيه اللي هي كانت بتمسك شعرها وتقول لك ايه يا اخوانا، الحجاب او الهدوم او الحشمه في المظهر ملهاش دعوه باخلاقي، مش ان انا هكون ماشيه او السيده تكون ماشيه لابسه لبس بيبان للعاديين ان هو محتشم بعض الشيء، فمعنى كده ان هي تتمتع بالفضيله والاخلاق، ومش معنى واحده ثانيه ليها ستايل لبس مختلف بناء على ثقافه بناء على بعض الخلفيات، ما اقولش ان دي منحله، انا ضد هذا الكلام بالكليه.
كمان مش مع المخوفاتية اللي بيطلعوا علينا بحديث الجنة والنار. طب حضرتك طبعا هرجع تاني كمان عشان أأكد على الفكرة اللي بتقول إن فكرة مدى شرعية الحجاب من عدمه يتكلم فيها أهل الدين، وإن كنت أنا قناعاتي ودراستي وبعض القراءات البسيطة جدا بتقول إن الحجاب بمنظره العادي، واخد بال حضرتك بعيد بقى عن موضوع النقاب والكلام دوت، هو أحد الأمور اللي اتكلم عنها الدين وأكدوا عليها شيوخنا الأجلاء، وهم برضو يقدروا يفيدونا في هذا الأمر. بس أنا عايز أتكلم في نقطة تانية أكد عليها برضو، إن فكرة أنا زوجتي حبت إن هي تخلع الحجاب، ممكن يكون شغلها بيتعارض مع فكرة الحجاب، ممكن تكون هي قناعتها مش عايزة ان هي تتحجب كذا كذا، هي عندها مطلق الحرية. لكن انا هسأل عنها بناء على الحديث قلت حضرتك عليه، كلكم راعوا كلكم مسؤول عن رعيته. ولكن الفكرة ان انا ربما اللي بيتواءم مع خلفيات الثقافية والعلمية والدينية والتربوية الاجتماعية ربما لا يتواءم مع الاخر بناء على الاختلاف. يمكن احنا كمجتمع مصري ليه خصوصية مجتمعية، ولكن هذه الخصوصية المجتمعية بتالي من المجتمع المصري وواسع على ان هو انا ليش اكمل جملة على بعضها ساعة ما تشرفت بلقاء حضرتك. هذه الخصوصية المجتمعية بتتغير، اللي في البحري خلاف اللي في الابلي، خلاف القاهري خلاف الجزاوي. بعض الامور تكون مقبولة في بحري ممكن تكون عليها تحفظ شديد في الصعيد، زي حتى يمكن شفنا في الدراما في سينا في سيوة، واحد سيوة مكان احد الاعمال بيتكلم عن واحد سيوة قال برضو ان في بعض العادات وبعض التقاليد، فربما تكون خصوصية مجتمعية داخل خصوصية المجتمع المصري بتفرض بعض الامور مختلفة. انا هنا اختلافي وتحفظ، اللي عايز يتحجب يتحجب، مش عايز يتحجب ما يتحجبش، هو حر في الكلام، دي حقوق هو هيسأل عنها، لان كل انسان ألزمناه طائره في عنقه، يوم ما نقف قصاد ربنا سبحانه وتعالى هيسأل كل واحد عن اعماله عن اللي هو مسؤول عليه. ولكن انا بتكلم على فكرة، مش معنى تاني وبضرب المثل تاني ان انا مثلا راجل بحب مثلا الدراجز، بحب المخدرات، بحب المسكرات، بحب الكلام ده، ان انا اطلع اعمل دعوه وباكد عليها تاني، هي دعوه للافساد، ان انا اطلع اعمل دعوه تاني ادعو الناس ان هم ينضموا معايا. اعتقد ان في حديث وبرده بس يعني مش عارف النص تحديدا، اللي هو من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه، والعكس برده من سن سنه سيئه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. طيب خليني اقول لحضرتك على حاجه، لو تابعت في دراما رمضان اللي فات كان في مسلسل الفنانه الجميله نيلي كريم لاعلى سعر، وكان هي محجبه ونظرا لظروفها هي خلعت الحجاب، ما شفناش نقد في المسلسل. انا طبعا ولا مع ولا ضد، انا هنا بني ادمه محايده جدا، لكن في المسلسل او يمكن طريقه معالجه المخرج او الكاتب للموقف ده الناس ما وقفتش عند الحته دي، يعني ما وقفتش قال لك ايه ده، بص دي كانت مخمره وقلعت الحجاب، ويمكن كمان عشان هي لما قلعت الحجاب ما بقتش بطريقه مبتذله. هل ممكن ده السبب؟ لا ده انا هقول لك، اصل هي كمان احنا كده احنا بنطر هذا الامر من السياق العام بتاعه، السياق العام بتاعه كان بيقول ان هي باليرينا وناجحه وليها مظهر معين، ابتدت ان هي بتقف سبورت لجوزها دوت، فابتدى جوزها دوت بعد ما علي ونجح جدا ابتدى ان هو يهمل فيها، فهي بالتبعيه هي بقت كل حياتها لبيتها فاهملت نفسها، فالناس فرحوا تاني بعد ما بيقول بعد كده خانها، فالناس فرحوا ان هي ابتدت تستعيد رونقها تاني وتحط نفسها تاني على الطريق بتاع التميز بتاعها. فهنا الناس ما وقفتش كتير عند فكره اللي هي كانت لابسه الخمار او النقاب دوت، ان هي رجعت تاني فكته. برضو باكد تاني على ان انا اللي عايز يتحجب يتحجب، مش عايز يتحجب ما يتحجبش، وفقاً لقناعاته ولكن ما جيش ان انا احاول ان انا ادعو غيري ان هو يمشي معايا في نفس السكه اللي هي بقول برضو تاني دعوه للافساد. كلمه اخيره منك. انا برضو علشان النقطه اللي هو بيقولها هي لطيفه بس الناس برضو كتير بتقولها سريعا بقى، الحجاب ما هواش دراجز وما هواش مخدرات وما هواش حاجه بتاع، هو حريش كتير المراه، لا هو قياس مع الفارق بس، هو قياس مع خلاص اوكي. هناك فعلا اراء فقهية كتيرة ان ما هواش فرض، وخلي بالك احنا مش يعني لك هنوتة في الاسلام، انت فعلا من حقك انك تقدر تعرف وتقرا لوحدك من غير ما يبقى في حد واصي عليك يقولك اللي انت فهمته ده غلط او ما تقراش لفلان، ده كان دي حريه طبعا شخصيه وجهات نظر مختلفه تحترم. بشكرك شكرا جزيلا ضيوفي الاعزاء استاذ محمود بدوي المحامي، وهو كان من الرافضين لفكره خلع الحجاب، نورتنا وشرفتنا. كمان مهندس احمد شعلان مهندس كمبيوتر، وهو كان من المؤيدين لفكره خلع الحجاب، نورتنا ومساء العسل ابيض عليكم. طيب احنا حلقتنا خلاص خلصت، بكره وبعده اجازه، نشوفكم ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي من 3 ل 4:30، ومساءكم عسل ابيض.